أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار. أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية بالدوحة أن المغرب سيستضيف النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة الممتدة بين الفاتح والحادي عشر من فبراير 2023. وتعرف هذه النسخة مشاركة نادي الوداد الرياضي بطل إفريقيا وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا وفلامينغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وسياتل ساوندانز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا. كما سيشارك في هذه البطولة حامل لقب عصبة الأبطال الأسيوية التي ستلعب مباراتها النهائية في يناير المقبل، وكذا فريق من البطولة الوطنية كممثل للبلد المضيف. يذكر أن المغرب سبق له أن احتضن نسختي كأس العالم للأندية لسنتي 2013 و2014. قال الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم أن العناصر الوطنية عازمة على تحقيق الفوز أمام منتخب كرواتيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا السبت على أرضية ملعب خليفة الدولي برسم لقاء تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022. وأضاف الركراكي خلال لقاء صحفي عقده بالمركز الإعلامي التابع للفيفا رفقة اللاعب زكريا أبو خلال أن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة بنفس الأداء والروح القتالية المعهودة لتحقيق نتيجة إيجابية والظفر بالميدالية البرونزية في هذا العرس الرياضي العالمي. وعلاقة بالاحتجاج القوي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، قال الركراكي إن الجامعة من حقها تقديم شكاية أمام فيفا وإنصاف اللاعب سفيان بوفال، مضيفا أنه كانت هناك ضربة جزاء لكنها لن تغير النتيجة. وسيلعب المنتخب المغربي مباراة تحديد المركز الثالث بعد انهزامه أمام نظيره الفرنسي بهدفين للا شيء برسم نصف نهاية المونديال، فيما سيخوض المنتخب الكرواتي هذه المباراة بعد هزيمته أمام نظيره الأرجنتيني 3-0. وعلاقة بالمونديال دائما، أعلنت الخطوط الملكية المغربية أمس عن إطلاق برامج لعودة مشجعي المنتخب الوطني بمونديال 2022 في قطر من خلال برمجة 22 رحلة خاصة أيام 18 و19 من دجنبر الجاري. حمزة الخضر في المتابعة. بعد أن ظلوا هناك في قطر مرابطين خلف أسود الأطلس الذين قدموا نسخة مونديالية تاريخية، ها هي ذي الخطوط الملكية المغربية تطلق برنامجا لعودة مشجع المنتخب الوطني إلى أرض الوطن. بلاغ للشركة الوطنية ذكر أن الخطوط الملكية المغربية تهنئ أسود الأطلس على إنجازهم التاريخي في كأس العالم لكرة القدم، مؤكدا أن المنتخب الوطني ساهم في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي، كما أن المغرب تألق في قطر بفضل جمهور استثنائي دعم بلا كلل فريقه الوطني وكان سفيرا حقيقيا لبلده. البلاغ أكد أنه لتمكين آلاف المغاربة الذين سافروا إلى قطر لدعم المنتخب الوطني من العودة، وضعت الخطوط الملكية المغربية برنامجا للرحلات أيام 18 و19 دجنبر الجاري، وسيتم تأمين حوالي 22 رحلة جوية من قبل الشركة الوطنية في هذا الإطار. الشركة ولهذا الغرض خصصت أرقاما للاطلاع والاستفسار، ويتعين على المسافرين الذين اشتروا تذاكرهم من إحدى وكالات الأصفار الاتصال بها لتأكيد إجراءات حجز رحلة العودة الخاصة بهم. الخطوط الملكية المغربية أكدت أنه سيسمح فقط للزبناء الذين يتوفرون على التذكرة الخاصة بإحدى رحلات العودة المذكورة بالدخول إلى مطار الدوحة الدولي. ننتقل إلى الدار البيضاء، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل مكون من طبق أرضي وطبقين علويين مدرج ضمن الدور الآليلة للسقوط بحي السمار، وذلك حسب ما أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء مسلطان. المزيد مع صفية عثمان.
السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء مارس السلطان أفادت بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط كائن بحي أسمارة. المصادر ذاتها أوضحت أن السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وفور إشعارها بالحادث تدخلت قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيث جرى نقل شخصين مصابين جراء الانهيار كانا يقيمان ببناية مجاورة للمنزل المعني جرى نقلهم إلى المستشفى الإقليمي محمد بوافي قبل أن توافيهما المنية بعد ذلك فيما جرى انتشال جثة شخص ثالث من تحت أنقاض فرن تقليدي متواجد بالطابق الأرضي للبناية المنهارة. دوليا أدى حريق اندلع ليلة الخميس الجمعة في مبنى قرب مدينة ليون وسط شرق فرنسا إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال وإصابة 14 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة حسب ما أعلنت الإدارة المحلية لمدينة ليون اليوم الجمعة. وقالت السلطات المحلية إن الحريق الذي لا يزال مصدره مجهولاً قد أخمد وذكر المصدر أن سبب الحريق لم يعرف بعد وأن نحو 170 إطفائياً في موقع الحادث. أقر الكونغرس الأمريكي أمس مشروع قانون يمدد أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية للحقول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإغلاق عدد من مؤسساتها. التفاصيل في تقرير لبدر زايو. الكونغرس الأمريكي يتجنب شلل الإدارات الفيدرالية بتمديده أسبوعاً العمل بالميزانية الحالية. النص أقره مجلس النواب الأربعاء قبل أن يحصل في مجلس الشيوخ أمس على تأييد 71 سيناتوراً مقابل 19 صوتوا ضده ولا يزال يحتاج لتوقيع الرئيس جو بايدن لكي يصبح قانونا نافذا. ينتهي العمل بالميزانية الحالية ليلة الجمعة ما يعني أن المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها بعد هذا التاريخ إذا لم يمدد العمل بالميزانية الحالية وبذلك يكون الكونغرس قد منح نفسه أسبوعا إضافيا لكي يتوصل أعضاؤه من كلا الحزبين إلى اتفاق على ميزانية 2023 إذ يأمل الكونغرس إقرار الميزانية بحلول 23 من الشهر الجاري كي لا يضطر البرلمانيون إلى قطع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة للعودة إلى واشنطن لإنجاز هذه المهمة. بالولايات المتحدة دائما أعرب رئيس الأمريكي جو بايدن أمس في واشنطن عن دعمه لحصول إفريقيا على مقعد ضمن مجموعة 20 معلنا أنه سيزور إفريقيا قريبا. حمزة الخضر والتفاصيل. بايدن يعبر عن دعمه لحصول إفريقيا على مقعد ضمن مجموعة 20 جاء ذلك خلال أشغال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا. الرئيس الأمريكي قال إن الأصوات الإفريقية والريادة الإفريقية والابتكار الإفريقي ضرورية من أجل رفع العديد من التحديات العالمية مؤكدا أن لإفريقيا المكان في كل فضاء تتم فيه مناقشة التحديات العالمية ومعبرا عن دعمه لتخصيص مقعد لإفريقيا في مجموعة 20 وأيضا في مجلس الأمن الدولي. الرئيس الأمريكي أبرز إرادة بلاده العمل سويا مع إفريقيا عوض الاكتفاء بإرسال المساعدات والمواكبة. بايدن قال خلال السنوات 3 المقبلة وبتعاون وثيق مع الكونغرس الأمريكي نعتزم تخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا من أجل المضي قدما في تحقيق الأولويات التي نتقاسمها ودعم أجندة 2063. قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا تجمع ممثلي حوالي 50 بلدا والمجتمع المدني والقطاع الخاص من القارة الإفريقية فضلا عن مسؤول الإدارة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.
في موضوع آخر، أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي 27 خلال قمة عقدت أمس فرض حد أدنى قدره 15% للضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات في قرار صدر بالإجماع بعدما تراجعت المجر وبولندا عن اعتراضاتهما. بدر زايو في المتابعة. دول الاتحاد الأوروبي تفرض ضريبة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات تصل في حدها الأدنى إلى 15%. سرع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي كان في طليعة رافعي لواء فرض هذه الضريبة إلى الترحيب بما أسماه خطوة كبيرة للذين يتمسكون بالعدالة الضريبية. إقرار هذا المشروع تأخر بعدما عرقلته منذ بداية العام وارسو ثم بودابست، إذ استخدمته في ملفات أخرى كورقة ضغط في إطار مساومتهما مع بروكسل للحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقته على خطتي تعافي اقتصادي تمنحهما مليارات الدولارات من الإعانات. وبعدما وافق الاتحاد الأوروبي على خطتي التعافي الخاصة بالمجر وبولندا، تراجع البلدان عن اعتراضاتهما، ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيز التنفيذ في 31 من ديسمبر 2023. وفي جديد الملف الروسي الأوكراني، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية استهدفت مدينة خيرسون الأوكرانية أمس بأكثر من 16 غارة. وقال زيلينسكي في كلمته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ بداية هذا اليوم قصفت روسيا خيرسون أكثر من 16 مرة في يوم واحد فقط، مضيفا أنه كانت هناك هجمات روسية وحشية في مناطق دونباس وخاركيف حسب تعبيره. ننتقل إلى البيرو، حيث أمرت العدالة البيروفية بالحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً ضد الرئيس السابق بيدرو كاستيو حسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية. وبرر قاضي المحكمة العليا خوان كارلوس تشيكيلي قرره بوجود خطر ملموس لفرار المتهم الذي حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية بعد تنفيذ انقلاب في 7 دجنبر ضد الكونغرس. وظل بيدرو كاستيو رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة 7 أيام انتهت يوم الأربعاء. وقبل الختام، الصناعات الجلدية تشكل أهم القطاعات الصناعية التقليدية بمدينة تارودانت، وذلك بفضل المهارة التي أبانت عنها أنامل الصناع التقليديين في الجمع بين الإبداع والتأقلم مع الاتجاهات الحالية. شيماء جبران في المتابعة. أنامل مبدعة صممت وأنتجت نعال جلدية وتفانت في أشكال طرزها لعرضها بحلة جديدة تثير إعجاب الزبناء سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. هذه المنتوجات المعروضة هنا بتارودانت تستجيب لمعايير الجودة. بالنسبة للصندالة الرودانية، يعني كاينين بزاف الأنواع الجلد باش كنخدمو، الجلد ديال الإبل، ديال البقر، وديال المعيز، وديال الغنم، ديال الخروف، وديال النعجة. ما دام الشباب يتعلمون من آبائهم وأجدادهم الحرف التقليدية وكلهم أمل لمواكبة الزمن والتطور وصون أصالة هذه المنتوجات والعمل على ابتكار طرق جديدة لتسويقها، فإن مستقبل هذه الصناعة بأمان. وحنا راه كنحاولوا نستمروا بطبيعه الحال عن طريق الجمعيه اللي خلقها المعلم ديالي اللي هي فالاكوير، اننا نديروا ورشات تعليميه للشباب والاطفال ولا حتى الناس اللي مهتمين باش يجيو يكتشفوا الصناعه التقليديه ديالنا، خصوصا الصنداله، ونمروا هذه الرساله بالاجيال. الصنداله الرودانيه كيتعتبر هنا مدينه تردنت عندها واحد السخم ديال الحرفيين كثار تيخدموا في هذه المهنه هذه ديال الحرفه ديال الجلد. الأسواق الرودانية تسعى لتقديم عرض متنوع من النعال بأشكال متميزة ومتجددة مع كل موسم جديد، ليظل النعال الروداني يزهو بألوان جذابة ويتناغم مع الملابس التقليدية والعصرية. وهكذا أصبحت صناعة النعال بتردانت مصدر فخر وأحد أهم تخصصات الصناعة التقليدية الرودانية.
هذا الخبر نكون قد وصلنا مشاهدينا لنهاية النشرة، لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار. بعد قليل نلتقي في موجز لأهم الأنباء. في أمان الله.